لالياتي، السلام عليكم، مرحبا بكم في الرندة في المغربيات. يا ربي تكونوا بخير. ان شاء الله اليوم في هذا الفيديو غادي نشوفوا كيفاش نخدموا واحد الملاقيه ديال السبوله. الدرس الخامس من انواع الملاقيه هو الملاقيه ديال السبوله. ديجا خادمه ملاقيات اخرين، يعني تقدروا ترجعوا الفيديوهات اللي راني حاطاهم في القناه. فانا كما سبق لي وقلت لكم، بدينا بالملاقيه اللي هي بسيطه وسهله، وبقينا غاديين بملاقيه حتى وصلنا لهاد الملاقيه ديال السبوله. حتى هي خفيفه وزوينه وسهله، تبعوا معايا غير بشويه بشويه وغادي تعرفوا كيفاش تخدموها. كيف العاده قبل ما نبداو، ما تنساوش تخليو لي ابوني وتفعلوا الجرس باش يبقاو يطلعوا لكم لي فيديو ديالي. حتى الناس اللي يلا غيشوفوا الفيديو لاول مره غيدخلوا القناه، ما تنساوش تشاركوا بالقناه، وتنتوما تفعلوا الجرس باش يبقاو يطلعوا لكم لي فيديو. وبالنسبه للناس الجداد يعني ومبتدئات، فانا راه ديجا حاطه فيديوهات فيهم كيفاش تتعلمي الرنده خطوه بخطوه، لا في الملاقيه ولا حتى في الدرس. في الدرس ديجا حاطه فيديو فيه كيفاش كتخدمي الحبكه والسنينات وانواع الملاقيه. راهني بديت معكم اول ملاقيه، اسهل ملاقيه هي الملاقيه المقلوبه. فمالك غير ترجعي الفيديوهات اللي قبل وتشوفي كيفاش تعلمي كاع انواع الملاقيه ان شاء الله. اول حاجه كيف العاده بلا ما نحتاج نكفف، انا ديجا مكفه، وريتكم كيفاش كتكفوا. كان 2 سنتيم كما كتشوفوا بهذا الشكل، جات 2 سنتيم هكا. كان عندك سنتيم راك كتعبري، الا ما كنتيش كتعرفي السنتيم كتعبري سنتيم سنتيم بالسنتيم ياك، وكتني من بعد. راه سنتيم هو هذا، وهاد شويه هكا كتني، هاد شويه هكا راه هو سنتيم هكا. كتكفي هذيك الدوره ديال داكشي اللي غتخدمي انت، واش في القدام في الطوق واش في الجناب، واش تتكفي داكشي كله اللي عندك. ومن بعد عاد كتبداي خدامه. بسم الله نبداو. انا غادي نجي ناخذ خيط في لون اخر، باش في لون اخر باش يلا يبان لكم تبان لكم الخدمه مزيان. بالنسبه للتكفيف كنت نكفو سنتيم بالنسبه للقدام في الطوق، قدام في ديك الملاقيه ديال الطوق، فما كنفوتو سنتيم سنتيم، يعني سنتيم ما كتفوتيش. مازال في الجناب راه كما سبق لي قلت لكم كتقدري تكفي قل من سنتيم ولا اكثر من سنتيم، على حساب درتي السياج ولا جاتك عريضه ولا مزيره، فكت كت كت يعني كتقاديها من الجناب، يعني اما كتزيدي شويه، اما كتني غير نص سنتيم، اما كتني كتر من سنتيم، ولكن من الجناب يعني تقدري تلعبي عليها من الجناب باش تقاديها، ما تقيسيهاش من الوسط. من جهه الطوق ما خاصكش تني قل من سنتيم ولا كتر من سنتيم، حيت ملي كتني ما كتقاتش لك، غير كتخسر لافورم ديال الجلابه ولا ديال القفطان، كيتجمع من جهه الصدر ولا كتجمع من المهم كتعطي واحد ما كتبقاش ملي كتخدم وتلبس ما كتبانش زوينه، كتبان الخدمه ما زويناش، يعني كتبان الجلابه كتولي بحال ما كتبقاش في الصاله ديالها زوينه. فلو بغيتي تنقصي فكتنقصي من الجناب ولا كتزيدي من الجناب. اول حاجه غنديرو غنجيو نشدو في الثوب واحد شويه هكا، غادي نقرب شويه باش يلا يبان ليكم هكا. كتجي لهاد الخرصه هادي ديال ديك ديال الخيط بلاتي بحال مخيب لشوي هكا، هيا كتجي في هاد الخرصه هادي هاد الشكل. هكو ياك، غتجي غادي تضربي الفوق، غتجي غادي تضربي هنا بلاش نشد غير الثوب، غنضربو هنا الفوق. كتخلي حتى بواحد الغريزه وحده هكا، شفتي، وكتزيري كتخلي
خلي بحساب ديك الغرزه وحده غادي نجي ونديرو فيها هاد الغرزه. ها هي هاي شفتي كتولي عندنا هاد العين هنايا كما شفتو. غنجي عاود غنشد شويه في الثوب بهذا الشكل هكا طبيعة الحال كتزيري كتجي عاود كتشدي شويه في هاد الثوب كتشدي في هاد العين هادي هكا دائما كتزيري. لاحظوا معايا بالنسبه للبنات اللي باقين شاد احنا طالعين الفوق قلنا دائما القاعده ديال الخدمه باش ما تلفيش في الخيط ملي كتكوني طالعه الفوق كتني الخيط كديري نصف دائره بهذا الشكل. اللي شايف الفيديوهات اللي قبل غيكونوا عارفين هذه القضيه ما يكونش بقى عندهم مشكل كيفاش يخدموا ملي كنكونوا طالعين الفوق. يعني انا ضربت هنا وباغا نضرب في الثوب يعني باقا طالعه الفوق فغندير الدائره هكا نصف دائره بهذا الشكل هكا. دابا غنهبط لتحت دابا غنهبط لتحت فملي كنكون هابطه لتحت كندير هاد نصف دائره من الفوق صافي باش نبقاو فاهمين. دابا انا ملي هابطه لتحت غندير نصف دائره الفوق ملي كنكون طالعه الفوق كندير نصف دائره لتحت. دابا ها هي الخيط كي غندير لي. دابا انا باغا نهبط لتحت انا باغا نضرب في هاد العين ومن بعد غنضرب في الثوب دونك هابطه لتحت كنشد هاد الخيط كنلويه على يدي هكا شفتي هاد نصف دائره. غنجي غنخشي البره في هاد العين هادي ونخرجها من الوسط ونجر نيشان وكيما سبق ليا قلت لكم هكا لبقات لكم عريضه هكا وما بغاش تزير ما عليك غير تشدي هاد الصبع هذا تحطيه من تحت تشدي هاد الصبع الكبير هذا تحطيه فوق الضربه تزيري شويه على هذيك بحال هكا تحطي صبع لتحت صبع الفوق وتزيري واحد شويه وتجري جري ديك الساعه شحال ما بغيتي تقدري تجري الخيط ها هو الخيط شي جري شحال ما بغيتي غادي تحيدي صبع كتلقاي تزيرات. مازال حنا هابطين يعني ضربنا في هاد العين ودابا غنضربو في الثوب يعني مازال هابطه. غندير الخيط هكا غنضرب شويه في الثوب بهذا الشكل وغنجر نيشان الفوق حتي معايا كديري صبعك لتحت وصبع الفوق وتجري شحال ما بغيتي. هادو بالنسبه للبنات اللي باقيين يلاه بادين ما بغاش تزير لك الضربه. الا بقيتي كتجري هكا غتنسلي الثوب باش ما يتنسفش لك الثوب فغتحطي غير صبع لتحت وصبع الفوق ياك وكتزيري وحاولي ملي تزيري باش ما يبقاش لك هاد الخيط من هنايا لي سباس فيه واسع بحال هكا. وانت كتزيري حاولي هاد الضربه تشديها على خاتها حاولي هاد الضربه تروميها هنا شي هادي هادي اللي كتبان لك هادي هادي حاولي تروميها بحال كتجري الخيط شي شويه تميلي بحال هكا بحال هادي غتميليها هاد العقده اللي باغي نعقدو غنميلوها شويه هنا بحال هكا وتجري نيشان ديري صبع لتحت صبع فوق وتجري ها هي ولات لك متقونه شفتي. دابا حنا طالعين الفوق فملي كنكونوا طالعين الفوق كنديروا الخيط هكا ملي كنكونوا هابطين لتحت كنديروا الخيط هكا. دابا لاحظتوا معايا عندنا ثلاثه ترجيلات ها هما واحد زوج ثلاثه هنا عندي واحد زوج ياك اجي غتخلي الخيط هكا ها هو شفتي شفتي تخليه داير لتحت. حنا اصلا قلنا ملي غنكونوا طالعين الفوق كندوروا الخيط لتحت ملي كنكونوا هابطين كندوروا الخيط الفوق. دابا حنا مازال باغي نطلعوا غندوروا الخيط هكا ولكن ما غنطلعوا شي هاد العين هادي اللي عندنا هو هادي كتخليها وكتجي اما لهاد العين هادي ولا هادي كنضرع على البديه من بعد راه كتولي تجي نيشان لهادي مي في البديه في الديبار اما كتشدي في هاد العين ولا في هادي بحال بحال كتجي كتشدي هك ولا تشدي هنا يعني كنهضر على الديبار من بعد راه كتولي كتخلي هاد العين وكتشدي في هادي. واخا نشدو في هادي باش ما تدوخوش علاش كنقول لك هادي ولا هادي غير حيت هادي البديه من الاحسن تشدي هنا ولكن عادي بجوجهم مزيان. كما قلنا الخيط ها هو ملوي هكا شفتي كتجي كتخشي البره هنا وتخشيها وسط هاد الخيط هكا وتجري نيشان شفتي كتجري نيشان هكا ماشي مشكل يبقى هو هي خاصها يبقى بحال هكا الخيط مرخي انا ما عندك ما زيري على القد وصافي مي هو كيبقى بحال هكا ماشي ما كيبان لك مرخي حيت منق بحال شاده بجوج ضربات نورمال غيبان لك عريض وهذاك هو السبوله هي خاصها تكون هكا. كتجي دابا غتشدي في الثوب الفوق
قلنا ملي كنكونوا طالعين دائما كنديروا الخيط هكا، هنجي هنضرب في الثوب هنا ونزير. انا تزيرات ليا نيشان، الا ما تزيراش لك ما عليكش، حطي صباع هاك وصباع هاك وتزيري. شفتي دابا انا باغا نهبط لتحت، ملي كنكون هابطه لتحت قلنا كنديروا الخيط هكا قاعده باش تفهمي باش ما تدخيش في هذا الخيط. ملي كتكوني هابطه لتحت باغا تضربي في هذه العين وتضربي في الثوب كديري الخيط هكا، ملي كتكوني طالعه الفوق باغا تضربي في هذه العين وتضربي هنا، يعني ملي كتكوني هابطه لتحت جايه باش تضربي في هذا الثوب التحتاني كديري الخيط هكا، وملي تكوني طالعه باش تضربي في هذا الخيط في هذا الثوب الفوقاني كديري النصف دائره هكا. حنا باغيين نهبطو باغيين نضربو في هاد الثوب، قبل ما نهبط كنجي كنخلي هاد العين هادي هاهي كتبان ليكم، وغنجي لهادي الثانيه كنخلي الاولى كنجي للثانيه كنخشي ليبره بهذا الشكل نخرجها من وسط نص الدائره هادي. راه كنخدم بشويه بالنسبه للمبتدئات الناس اللي يلاه بادين شي، وكتزيري هكا كتجري. دابا غنجي وغنضربو في الثوب، دائما قلنا هابطين دونك غندير الخيط هكا شتي، كتزيري هذه هكا كديري الخيط ديالك هكا بهذا الشكل. غنجي غنضرب في الثوب، هكا من بعد كتخلي هاد العين هادي وكتجي لهاد العين هادي وكديري فيها هكا، كتجي تضربي في الثوب هكا تخبي الخيط وعاود حليته، كتجي كتخلي هاد العين هاي اللي كتبان لينا وغتجي لهاد العين هادي. حنا باغيين نطلعوا الفوق، ملي غنبغيو نطلعوا الفوق غنتنيو الخيط بهذا الشكل. قبل ما نطلعوا كنخليو هاد العين الاولى وكنجيو لهاد الثانيه، الثانيه راه كيضركها هاد الخيط، كنقعدوا الخيط بحال هكا كتخشي البره وتجري سهله. شفتي مازال انا طالعه الفوق، مازال انا غنبقى دائما كتبقاي طالعه حتى كتضربي في الثوب، ولا كتبقاي هابطه حتى كتضربي في الثوب، عاد كتقلبي عاوتاني. يعني دابا غنضرب في الثوب هكا، دابا انا غادا نهبط دونك غندير الخيط هكا، ملي نكون هابطه كندور الخيط للجهه الاخرى بهذا الشكل، كتخلي هاد العين هادي وكتجي لهاد العين اللي تحت الخيط كديري الخيط بحال هكا كتخشي ليبره كتجريها من وسط هاد الخيط من وسط ديك نص الدائره اللي الخيط كيفاش لاوينه كتخرجي من وسط منه بحال هكا، كتصايب لينا هاد السبوله. شفتي غنجي دابا غنضرب في الثوب لتحت هكا، دابا انا باغا نطلع الفوق دونك غندير الخيط هكا، كتجي كتخلي هاد العين هادي وكتجي لهاد العين هادي العين الثانيه وكتخرجي الخيط، وغتبقاي غادا بنفس الطريقه غتضربي الفوق. وهنا دائما زيري في الضربه ديال الثوب، دائما زيري في الضربه ديال الثوب، حاولي تزيري فهمتي باش ما تضيعش لك، حيت غادا تخربقك المره الاولى. كنهضر على اللي يلاه بادين، الا ما زيرتيش غدي عليك غتولي عريضه. لا حاولي دائما ملي تضربي في الثوب ندير صبايا الفوق وصبايا لتحت في حاله ما بغاش تزير لي ونزير سهله. دابا انا هابطه لتحت غندير الخيط هكا نصف دائره بهذا الشكل، قلنا القاعده نفسها ملي كنبغي نضرب هنا في الثوب هنا لتحت كنتني الخيط هكا، ملي كنبغي نضرب في هاد الثوب الفوق كندير الخيط هكا. كنتم تفاهمنا على هاد القضيه، انا جاي باش نضرب في هاد الثوب لتحت فكندير الخيط هكا، نخلي هاد العين الاولى هيا ونجي لهاد العين الثانيه اللي تحت هذاك الخيط وتزيري هكا، غنجي نضرب في الثوب هكا وخلي هاد الان خلي هاد العين وغنخلي هاد العين، نخلي هاد الاولى ونجي للثانيه
عاود غادي تضربي في الثوب فوق، تخلي هاد العين وتجي للثانية، كتجي عاود ضربي في الثوب لتحت، سهلة وزوينة. كتخلي هاد العين وتجي العين، ها هي شي هاد العين اللي كتبان لك كتخليها، وكتجي لهاد العين الاخرى، ها هي كتقعدي غير هاد الخيط شوية تحت منه، كتخشي البرا هاد الشكل وكتجري شي. نعاود نضرب في التوب، ها هي كنعاود نخلي هاد العين ونجي لهاد العين هادي، هكا كنعاود نضرب في التوب. سهله، ما كاين مسهل منها، شفتي سهله كاع بزاف كاع. كنجي نخلي هاد العين الاولى، كنضرب في العين الثانيه، كنجر الخيط كنميلو شويه عندي الفوق شي، كنجر شو الخيط كيف جراه، جراه بهذا الشكل ميله عندي الفوق، كنعاود نضرب في التوب. ملي كنكون هابطه كنميل الخيط عندي لتحت، غنخلي هاد العين ونجي لهاد العين، غادي نميل الخيط عندي شويه لتحت شي، غنجي نضرب عاوتاني في التوب. كتخلي هاد العين هادي، كتشيل لهاد العين. وبلاش نقول لكم واحد القضيه، راه شفتوا واخا انا راه ماشي غير السبوله الدوخي، لا راه عاوتاني غنقولها، راه نفس لي سباس كتبقى تبقاي تشديه. شوفي هنا كيفاش كيبانو، شفتي كنبان شاده قد هنا قد هنا قد هنا، ماشي وحده شاداها هنا وحده جيت شديتها هنا، ولا وحده مقاربه وحده بعاده، لا هذا هو الاساس ديال الخدمه اصلا اللي كنبقى نركز عليه في كل فيديو، خاصهم يكونوا قد قد. وشوفي هنا بحال دايره ليهم مسطار، شفتي صف واحد، ماشي رجل شاده هنا ورجل شاده هنا ورجل شاده شويقيق في التوب، لا داك لي سباس اللي كتخليه هنا هو اللي غتبقاي غاده بيه حتى تكملي، وداك الشويه اللي كتشدي في التوب هو اللي كتحاولي تبقاي تشديه حتى كتكملي ديك الملاقيه ديالك. غنجي غنضرب في التوب، دائما ملي تضربي في التوب حاولي تزيري، باش تضربي في التوب حاولي تزيري، كتخلي هاد العين الاولى كتزيدي تخلي الثانيه. هذه السبوله ديالنا، شوف شحال سهله. كتجي تضربي عاود في التوب كتزيري، ما تخليكش ملي كتزيري واخا ما كتزيري وتبان لك بحال التوب تدخل شويه تهز الفوق، لا العين فوق كتجي كتشد تخلي هادي وتجي تضربي هنا كيترخف، يعني انت ملي كتزيري راه الضربه غترخف شي، غتولي عاديه، يعني غير زيري زيري ما تقطعيش الخيط وما تنسليش التوب. وراه قلت لك باش ما تنسليش التوب كيفاش كديري، يعني كيفاش ديري علاش كنركز لك على زيري، علاش باش الخدمه تجيك. شوفي كيف دايره، شوف الخدمه كيف دايره، شوفي كيف واقفه، واش شفتي شفتي الخدمه كيف واقفه، يعني ماشي خدمه متقونه. داكشي اش كنقول لك زيري زيري، وكنبقى نقول لك هذه خلي نصف لي سباس ما تشديش بزاف الثوب، ملي ديري ديري سبعك وزير الى الزامة، باش يلا تجيك الخدمه متقونه بحال هكا. شفتيها شفتيها كيف دايزه متقونه. انا نبعد لكم شوفي من بعيد كيفاش كتبان، شي كيفاش كتبان زوينه. هذا هو الاساس ديال الخدمه، وداكشي اش كنبقى نركز معاك كنقول لك زيري ديري هذه ديري هذه، باش ملي تمي غاده خدامه تمشي لك الخدمه زوينه، خدمه نقيه. كتخلي هاد العين كتجي لهاد العين، دائما كتخلي العين الاولى والعين الثانيه، ملي كتجري الخيط ها انا بعد كتميلي لهاد الشي شويه، كتعاودي تضربي في التوب، كتزيري مزيان كتزيري مزيان، كتعاودي تخلي هاد العين وهاد كتخلي العين الاولى، كتجي للعين الثانيه كتخشي لبرا. دابا غنميل الفوق شويه عندي ونزير، ميل شويه عندي هنا الخيط ونزير، ونعاود عاوتاني نضرب في التوب، وهكا غتبقاي غاده حتى كتكملي ديك الملاقيه اللي عندك، كتجي ساهله وزوينه. كنتمنى الفيديو يعجبكم، ونقدر نكون قدرت نشرح لكم، وما تنساوش تخليوا لي ابوني وتفعلوا الجرس باش يبقاو يطلعوا لكم الفيديو ديالي ان شاء الله. وانا كما وعدتكم غنحاول كل نهار نلوح لكم فيديو،
كيفاش تخدموا، غير تبعوا معايا وخليكم معايا. راه كل نهار غنقلوح لكم فيديو كيفاش تخدموا ملاقيات، وان شاء الله غنبدا نخدم معكم حتى الرنده خطوه بخطوه بخطوه باش تجيكم ساهله. حتى قلت لكم كيف حتى نوصلوا للحوايج اللي كيبانوا لكم صعاب، منهم هاد السبوله ملي لقيت شوفي اول مره كتقول لك كيفاش مخدومه، يعني كتبان لك بحال ما هارت كيفاش مخدومه، هي اسهل سهله بزاف كاع يعني، وبالزربه كطلع على بالك، بالزربه كطلع هكا هكا صافي، كتبقاي غاده بنفس الطريقه حتى كتكملي ديك هنا. راه كتقدر دير رجليك كتقدر نقرب شويه، كتقدر دير رجليك بالخيط عادي، كتقعدي الخيط بحال هكا واحد شوي، كتخشي البره. لاحظوا معايا انا فاش كنخشي البره راه كنخشيها بصعوبه، البره راه كتخشي ليا بصعوبه حيت الخدمه متقونه، يعني الا كانت البره بالزربه تدخل راه الخدمه عندك مرخيه، خاص البره تخشى بواحد الصعوبه هذه الاولى. ولكن انت كتخدمي في الرنده فكتبقاي تسمعي ديك تك تك، فهنا كتعرفي الخدمه ديالك متقونه. كنتي كتخشى البره وكتبقى العين واسعه فعرفي راسك الخدمه عندك ما متقوناش، حاولي تزيري الخيط شويه. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، كنحاول ندير واحد المجهود باش نقدر نشرح لكم بالنسبه كنهضر على البنات اللي باقين يلاه باديات، ما عليك راه كيف ما قلت في الفيديو اللي قبل، ما عليك غير هنا كنخدم بشويه، ما عليك غير تفيكسي التليفون قدامك تحطيه قدامك وتبداي تنقلي خطوه بخطوه. داكشي اللي كنديرو انا دابا، انا لويت الخيط هكا، ها لاوي الخيط هكا، نخلي عين ونشد في عين. تنتي غديري نفس الحاجه، غتكوني تشدي ديجا ضاربه هنا في الخيط الفوق، تنتي غديري الخيط بهذا الشكل هكا، غتخلي عين وتنقزي عين، تنقزي عين وتضربي في عين الثانيه، كتخرجي البره هكا، غادي تجري الخيط غتميليه شويه عندك لهذا الشيء لهذا الشيء، غتعاودي عاوتاني ديري الخيط بنفس حيت باقيين هابطين، دونك غديري الخيط نفس الطريقه، غتجي غتضربي في الثوب لتحت، غادي تزيري غتعاودي حيت غنضربو دابا الفوق، غتني الخيط لتحت، غتخلي عين وتشدي في العين الثانيه، نفس هادشي اللي كندير انا غادي ديري انت، غتنقلي من التليفون وديريه انتيا في الثوب اللي عندك، نفس اللويه ديال الخيط غديريها. داكشي اللي درتو انا درتي انت في حاله ما لا كنتي غتحيدي التليفون من قدامك الدوخي، نفس الحاجه اللي درت انا ديريها انتيا، ومن بعد ملي تشدي ديك ملي تفهمي الدوره ديال الخيط كيف دايره وتفهمي كيفاش كتخدمي في العوينات، ديك الساعه تقدري تخدمي راسك غتجيك ساهله. شي انا كنخدم بشويه باش نحاول هادشي اللي كنخدمو انا تخدمي انتي. شي هكا، يعني كيف ما كنخدم انا كيف ما كنلوي الخيط انا، حاولي تانتيا تلوي، حاولي تانتيا تخدمي بنفس الطريقه. الخطوه اللي كنديرها انا ديريها انتيا باش تسهلي عليك الخدمه وباش تفهمي كثر في حاله ما جاتك صعيبه، باش هي راه ساهله، راه كنظن شرحت لك راه ساهله. كتضربي في الثوب الفوق، كتضربي في الثوب، اين فوا كتضربي في الثوب كتجي كتخلي هاد العين، كتجي العين الثانيه كتخشي الابره في وسط الخيط، كتميلي الخيط على حساب نتيا فين خدامه، دابا حنا طالعين الفوق كتميلي الفوق، تكوني هابطه لتحت كتميلي الخيط بحال هكا لتحت، غتميلي شويه الفوق، غتجي تعاودي تضربي في الثوب. اللويه ديال الخيط راه وريتكم كيفاش كديروها، كنقولوا ملي كنكونوا هابطين لتحت كنديروا هاد نصف دائره الفوق، ملي كنكونوا طالعين الفوق كنديروا نصف دائره لتحت، ساهله هكا شكل، بقاو غاديين بنفس الطريقه. وصلنا للفينال ديال الفيديو، غنوريكم غير كيفاش جا، نزيد غير هاد الطريبه هكا، كتخلي هادي وتشدي في هادي هكذا كيجي، شفتي هذا هو الشكل ديالها، هذا هو الشكل ديال السبوله كيجي هكذا، شفتو كيف كتبان نقيه ومتقونه وزوينه. تبعوا غير هادشي اللي قلت لكم خطوه بخطوه، راه غادي
تصدق ليكم وغادي نتعلموا الخدمة ديال الدار. شفتي؟ هادي هي الملاقية ديالنا ديال اليوم. هادي الملاقية ديالنا ديال اليوم، كنتمنى الفيديو يعجبكم ونتلاقاو ان شاء الله في ملاقية واحدة اخرى. كنتمنى الفيديو ينال اعجابكم، وما تنساوش تخليو ليا رايكم في الكومونتير، يعني تخليو ليا هكا غير باش نزيد نبقى نخدم لكم فيديوهات ونحطهم. وما تنساوش تخليو ليا جيم الفيديو، والناس اللي باقيين ما شاركوش بالقناة ما تنساوش تخليو ليا ابوني للقناة.